سلام الفاميلا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عيد مبارك سعيد وخفيت، ولكن حنا راه الاجواء ديال العيد كتبقى عندنا 10 ايام. واش اخباركم بان قطر كتعطي للناس في العطله ديال العيد 10 ايام 10 ايام ديال العيد تقريبا كلها فعاليات، الناس كتخرج كتفوز فاكونس. مهم قال لي خدام في الدوله كياخذ 10 ايام ابري بريفي كل شركه وشحال كتعطي الناس اللي خدامين معاها. المهم هذه كانت الاجواء ديالنا ديال العيد، وصورنا شحال انا الصراحه ما صورتش، حابه يصوروا شي حاجه فجمعت من عندهم كلكو فيديو. قررت باش ندير لكم واحد الفيديو ديال العيد، كان خصني نلوحو قبل سمحوا لي، ولكن حيت كنت عيانه شويه وبيان سوا كنت كنبروفيتي مشيت خرجت الفعاليات. دابا راه كنهضر وشويه في الحلقه ما قدرتش نتعطل على الفيديو اكثر. المهم هذا كان الفطور ديالنا، كل واحد جاب الفطور ديالو كيف ما حنا في المغرب مولفين زمان، كندخلوا عند الجيران تخلى عليهم التبصيل ديال الحلوه وتجلس تفطر معاهم وتعايد عليهم. فاحنا قررنا اننا نجمعوا كالعاده. العام اللي فات كانت درتها هذه القضيه، هذا العام الثاني درناها. العام كانوا كثر ديال الناس، كانوا كثر ديال الدراري، وكانوا كثر ديال الفعاليات درنا لهم. كيف ما قلت لكم كان فطور جماعي، كانوا دي زاكتيفيتي للدراري، درنا لهم الكولورياج، رسموا كل شيء. ابخي داروا واحد لي كولي بالكوكياج على قبل واحد لي تيماتيك اللي هي البحث عن الكنز، كنت درتها العام اللي فات وقلت غندير هذا العام ان شاء الله، ما كرهتش تبقى عاده نديرها في كل عيد. فالدراري هنايا كنت درت لهم البحث عن الكنز بيسكو كانوا بزاف وديفيرونتاج، فدرت حاولت انني ندير الغاز بزاف على حساب لاج ديالهم، وكل مره كيلقاو فكنعطيهم. مره كنعطي للدراري صغار يجاوبوا، مره كنعطي للدراري كبار يجاوبوا. المهم استمتعوا بزاف، سخرتهم بيان سور، سخرنا معاهم بالجري وفوالا. من مورا البحث عن الكنز خداو الهدايا ديالهم فاش لقاو الكنز، وكنا موجودين لهم واحد اللعبه اخرى هي لاكي كاب، اللي هي كاس الحظ، كؤوس الحظ، اللي هي عباره على واحد اللوحه كتحطوها كبيره وكتلصقوا فيها كيسان كتعمروهم بالعاب صغيره من بعد كتغطيوهم. وهما هي الدراري صغار فاش كيجيو كل واحد مهم كيعزل واحد الكاس ديالو كيضربو بيدو وكتخرج ليه الهديه الرمزيه ديالو. فهنا خداو الهدايا ديالهم كل واحد كيخشي يدو وهو وزهرو شنو غادي يطلع ليه. درنا البينياتا حتى هي وكان كيف ما كتشوف في الطابله كان فيها ديجا لي بونبون، درنا لهم بينياتا باش يضربوها وخرج لهم بيان سور الفاني. هادشي بالنسبه لليوم اللي دوزنا مع الاصدقاء والاحباب. ماشي في نفس اليوم اكيد، ولكن خرجت من بعد وصورت الفعاليات اللي كتكون في المول. صورت واحد المول فقط، كنا مشينا ليه فهم كانوا دايرين اون سين وكانوا دايرين دي شو، وما بين كل شو كاين دي ماسكوت اللي كيدوروا كيتصوروا معاهم الدراري صغار كيشوفوهم كل شيء. وكان الرسم على الوجوه الفيس بينتين كيف ما كتشوفوا وليداتنا تما رسموا على الوجه ديالهم، شو تصوروا مع لي ماسكوت، وكانوا عروض فنية كيف ما قلت لكم فوق المسرح. سوغ فاش كنقولوا العيد كنقولوا قطر ضروري كيكونوا العروض الالعاب الناريه لي فو دارتيفيس. فمشينا فاش نشوفهم، كانوا ثلاثه المناطق في قطر اللي كيديروا لي فو دارتيفيس على ساعات متباعده. بيان سوغ حنا مشينا للوسيل، كانت واحد لاباراد ديال هاد
هادو اللي صورت في الاول على واحد الفرق، ما عرفتي كان زحام بزاف ما قدرتش نمشي ندخل باش نصور لباقات. كان عروض ديال الدرون اللي هما هادو صورتهم لكم بسرعه، من موراها بيان سور كانوا العروض الناريه اللي غنخليكم معهم. باي.